يعني عد مؤخرا داز اليوم العالمي لمرض التوحد. هي باش نصحوا الكلمه خصنا نقولوا امراض التوحد. امراض هي حقاش كاين عده انواع في هذا الامراض ديال التوحد. هذه الامراض ديال التوحد يعني الخاصيه ديالها هي الغموض. ملي يعني كنقول الغموض عندنا واحد الغموض في التعريف، عندنا واحد الغموض في الاسباب، عندنا واحد الغموض في التشخيص، وعندنا غموض في العلاج. يعني جميع المراحل كاين واحد شويه ديال الغموض. لحقاش هذا المرض مازال ما فهمناش 100%، وهادشي غادي تفهموه مي غادي نتكلموا على هاد الاعراض ديالو. باش نديروا التعريف ديال هذا المرض ديال التوحد. هاد الامراض ديال التوحد هي اليوم اللي انا كنسميوها يعني في التصنيفات العالميه الحاليه كنسميوه فرنساويه لي تخوبل دون انفايسون دي ديفلوبمون. يعني باش نحاول باش نترجمها، هي اضطرابات اللي كتكتسح النمو. هذه الاضطرابات اللي كتاثر على النمو ديال الطفل. هذا التوحد غادي يعني غير بصفه عامه نكلموا شويه على الانواع ديالو. حيت كاين عده انواع ما غاديش نذكرها كلها، ولكن اللي مهمه فيها اللي معروف بزاف هو التوحد الاطفال اللي كنسميوه ديال الكانير. كانير هذا توحد الاطفال ديال الكانير هو اللي معروف بزاف. كيكون باكثريه عند يعني جوج مرات عند الدراري اكثر من كيكون عند الذكور اكثر من الاناث. وهذا هو اللي يعني في ليستوار في التاريخ هو اللي طرقوا ليه بزاف ديال الاطباء وشافوا يعني الاعراض ديالو والطريقه العلاج ديالو. كاين واحد المرض اللي كنسميوه هذا شويه قليل كنسميوه السندروم دو ريت. هذا السندروم دو ريت هذا مرض جيني كيكون كيخص غير الفتيات. هذا كيخص غير الفتيات ما كثيرش بزاف، وكيأثر عليهم في خصوص في اللونجاج يعني في الهضره ديالهم وفي لي موفمون ديالهم يعني في لي جيست. كيكون واحد الحركات غير منضبطه. كاين واحد السندروم اللي كنسميوه داسبرجير. هذا الاسبرجير حتى هو نوع ديال التوحد، ولكن الا بغينا نقولوا خفيف بالنسبه لهذاك المرض الاولي اللي تكلمنا عليه ديال الكانير. توحد الاطفال ديال الكانير هو يعني هو اللي شويه صعيب. هذا كيكون خفيف يعني كيكون ما كيكونش اون جينيرال ما كيكونش فيه واحد نقص في النمو. يعني يا با دو غوتار بسيكوموتور، ما كاينش واحد التاخر في النمو ديال الطفل. يعني ما نقولوا حاله خفيفه. كاين عده انواع اخرى اللي كتبان يعني بليزو موان معطله شي شويه. هذا المرض ديال الكانير اللي كنا تكلمنا عليه بصفه عامه، هذا المرض كيبان قبل يعني في نورمالمون في لاج ديال عامين. في الطفل كيوصل عامين كيبداو الاعراض ديالو. الا كنا منتبهين ليه كنقدروا نديروا التشخيص ديالو. وبصفه عامه كيكون قبل 3 سنين. كاين بعض الحالات اللي كيجيو وراء 3 سنين. كاين واحد النوع اخير هذا نادر جدا اللي كيسميوه لي زوتيس دو نيفو. هادو ناس بعض الحالات اللي كيكونوا انسان عنده مرض ديال التوحد، ولكن كتكون عنده واحد لو دون، عنده واحد شي حاجه ملكه. نعم ملكه كيكون مجهد فيها بزاف. انا كان مانيش عارف واش كنتي شفتي ذاك الفيلم ديال راين مان تاع ديستين هوفمان. هذاك كانوا تكلم على واحد السيد اللي كان عنده قدرات خارقه للعاده، ولكن هذا المرض كيبقى نادر جدا نادر جدا. هذا المرض ديال امراض التوحد يعني لي ستاتيستيك هنا في المغرب ما عندناش شي حاجه اللي يعني مأكده، ولكن نعطيكم واحد لي ستاتيستيك يعني بصفه عامه. في كندا كيقدروا بلي كاين كل 10,000 نسمه كاين تقريبا ما بين 60 حتى 70 مرض ديال التوحد. يعني نسبه اللي كتبقى مهمه. هذا المرض احنا دابا ملي غادي نتكلموا على هذه الامراض التوحد غادي بالخصوص نتكلموا على كما قلت لكم على النوع ديال المرضي ديال الكانير. هذا هو اللي كاين كثير. دونك غادي نشوفوا الاسباب ديالو بصفة عامة، وكلش غنشوفوا الاعراض والتشخيص. الاعراض يعني باش نعرفوا، يعني انا شخصيا ما كنعرف حتى حاجة على مرض. انا جايك الاعراض غادي نمشيو لها دابا. علاش انا بغيت نمشي الاسباب باش ما يمشيو الاعراض يعني حاجة كتكون واضحة. فوالا هاد الامراض ديال التوحد يعني بصفة عامة مدة طويلة كنا كنحسبوها أمراض نفسية، وهي في الحقيقة ماشي أمراض نفسية. هي ما أمراض مرض عضوي اللي كيمس المخ،
وعارفين بلي العامل الجيني لا جينيتيك عندها واحد الدور اساسي احنا عارفينه ولكن مازال ما مفهومش 100%. وكاين بعض الابحاث اللي كتدخل حتى العامل ديال التلوث البيئي وفي بعض الحالات الهرمونات بحال التستوستيرون. يعني علاش قلت لك غموض؟ حتى في الاسباب عارفين بلي كاين اسباب جينيه مثلا، عارفين بلي يقدر يكون عامل التلوث عامل هرموني، ولكن لحد الان ما كاينش حاسم في السبب يعني ولا في الاسباب. السبب يعني بصفه 100%. الوغ هنايا غادي نمشيو للتشخيص الاعراض. الاعراض كتمشي يعني من حالات اللي هي في هذا المرض، يعني هذا نفس الاعراض اللي غنتكلم فيها يقدر يكون لانتونسيتي ديالها يعني تقدر تكون خفيفه الحده ديالها، نعم، وتقدر تكون بواحد الحده كبيره لدرجه ان بعض الحالات اللي كتكون خفيفه كنحسبوا الطفل عادي كيبان لك بحال تقريبا بحال عادي، وكاين الحالات اللي كبيره بزاف اللي خصنا داك الطفل خصنا نقابلوه 24 ساعه على 24 ساعه. يعني غير باش نقول لك بلي سي تري فاريير. علاش قلت لك الغموض في هذا المرض؟ واحد عده انواع، ولكن بصفه عامه بصفه عامه هذا المرض هذا نورمالمون يعني في الا كان عندنا دوك التشخيص مبكر نورمالمون الاج دو 2 ans، وفي الدول الاوروبيه الامريكيه يقدروا شي مرات عندهم شي يقدروا شي يلقاو كاع شويه قبل، ولكن بصفه عامه في عامين حتى 3 سنين نورمالمون خصنا نديروا له تشخيص هذا المرض هذا. وفي بعض الحالات التشخيص غير باش نديروا التشخيص تاع المرض تاخذ لنا واحد الوقت ديال عام عامين باش نديروا التشخيص بعض الحالات، لحقاش كاين اعراض اللي كيتشابهوا. ما عندناش واحد الاعراض سبيسيفيك ديال هذا المرض امراض التوحد. كاين عده اعراض وهاد الاعراض تقدر تلقاها في التوحد وتقدر تلقاها في امراض اخرى، داكشي علاش التشخيص كيكون صعب. الوغ الحاجه اللي خاصها كثير الانتباه ديالنا في الاعراض وهي الطفل اللي عنده التوحد عنده واحد الصعوبه كبيره في التركيز، وبالخصوص على نفس الشيء اللي كيتكلم معاه مع شي واحد اخر. مثلا انا الطفل نقول له اجي نتكلموا مثلا على التلفازه، كتبقى عنده واحد صعوبه كبيره باش يركز في الحاجه اللي بغيت نركز انا وياه عليها. يعني انت كتبغي تركز معاه على هذا الشيء هو كيمشي لحاجه اخرى، الانتباه ديالو كيمشي لجهه اخرى. كيكون واحد النقص في التاقلم الاجتماعي. مثلا نعطيو امثله بسيطه، الدري اللي عادي عنده مثلا عامين 3 سنين كتعيط له بسميتو كيدور كيشوف فيك. الطفل اللي عنده التوحد في اغلبيه الحالات انت واخا تعيط له هو كاع بحال نقولوا بالدارجه ما مسوقش، ما دايهاش فيك عنده واحد الاهتمام قليل بالاخر بالمجتمع. كيكون عنده واحد النقص في القدره ديال التقليد، مثلا تقول له دير هذه بحالي باش يديرها بحالك كتجيه صعيبه، او لا كتقول له شي كلمه باش يعاودها كتجيه صعيبه. يعني تقليد الحركات والحديث، الحركات وحتى في الكلام. بالنسبه هذه الفرنساويه لقيتها شويه صعيبه باش نترجمها، كيقول لك اون دي ديفيكولتي في لا كاباسيتي اكروشي لو ريغار، سيتادير يعني صعوبة انه يبقى يشوف فيك مثلا في عينيك، فوالا باش يشوف هكا في عينيك قشاد بحال اللي كتجي صعيبه باش كي اكروشي لو ريغار. الوغ كتكون السلبيه لا باسيفيتي بحال اللي ماشي تري اكتيف. والحاجه اللي مهمه وهذه هي اللي كتثير الانتباه بزاف عند الاباء والامهات هما لي تخوب دي لونغاج الهضره. ملي نشوفوا واحد الطفل دابا غنعطي واحد لي كريتير اللي يعني الانسان خصو ينتبه ليهم باش نقدروا ندخلوا في التشخيص. الطفل اللي عنده عام ونص ومازال ما تكلمش ما قالش حتى كلمه، هنا كما يقولوا اون دوا سو بوزي دي كيسيون، هنايا خصنا نشوفوا علاش هذا الطفل عنده عام ونص وما كيهضرش. انا نقدر نشوف تكلمه كيعرف بلي الهضره ديال الاطفال تقريبا ديك 12 موا صافي يكونوا بداو كيديروا شي كلمات وشي حريفات هذا ملي كيوصل الطفل عام ونص وما كيتكلمش ما كاينش حتى كلمه، هنايا يعني نشوفوا مع طب الاطفال ولا نشوفوا مع الطب النفسي باش نشوفوا واش كاين شي مشكل ولا لا. الى كانت لابسونس داسوسياسيون دو مو، يعني ما الطفل عنده عامين ملي كيوصل عامين وما يقدرش يشرك جوج كلمات يعني ماشي غير كلمه واحده، ماشي بحال نقولوا هذا ستيلو، كنقولوا مثلا ستيلو فوق الطبله. لا يقدر يقول هذه الكلمات اسوسي مع جوج كلمات. الا كان الطفل عنده وصل عامين
وما يقدرش اسوسي جوج كلمات، هنا عاوتاني كما يقول اون دو سو بوزي دي كيسيون. كاين الحاله الثالثه في هاد لي تروبل دو لونغاج، وهو واحد الطفل اللي كيكون يهضر عادي عادي ملي كيوصل 3 سنين 4 سنين 50 بحال اللي كاين لا بيرت دو لونغاج، بحال اللي كيرجع الان فوالا يرجع بحال اللي ما بقاش يهضر بزاف، ولا هذاك لو لونغاج ديالو يسابوفي يبقى عنده قليل الهضره. هاد الاعراض كلها خصنا يعني نتاكدوا باللي واش ما كاينش هاد المرض ديال التوحد ولا لا. كاين لو غوتار مونطال، يعني النقص في لا في الذكاء ولا في يعني في النفسيه ديال الطفل. انا يعني تحس كاين فرق كبير بينه وبين ما بين الطفل العادي والطفل اللي عنده لا مالادي ديال اخر، كيكون ناقص في العقل ديالو، الا بغينا نقولوا بهذا الترم، يعني سكون نطلع غوتار بسيكوموتور. وهذا بالخصوص في المرض اللي كنت قلت لك في النوع الاول اللي هو ديال كانير، هو اللي كيكون فيه هذا كثيره هذه الحاله، اما الحالات الاخرى كيكونوا خفاف على هذه الحاله هذه. المشكل اللي حنا اللي عندنا في المغرب كبير، هذه يعني بين قوسين مهمه بزاف. حنايا في المغرب وكنشوفوا في الكابيني ديالنا فوقاش الاباء والامهات كيجيبوا لنا الطفل اللي عنده التوحد حتى كيبغي يدخل المدرسه. مدرسه كيكون عنده 6 سنين 7 سنين والطفل عنده واحد لونغاج تري بوف، يعني ما كيهضرش بزاف، يعني عايش بحال نقول عايش في العالم ديالو. حتى هذيك الوقيته ملي تشوف ما كيهضرش مزيان وما كيهضرش بزاف، ما كيهضرش بزاف وعايش بحال اللي عايش في العالم ديالو. حنا تكلمنا باللي لا سوسيابيليتي ناقصه، ما كيكونش اهتمام بالاخر. هاد الاطفال ملي كيوصلوا للمدرسه يعني بصفه عامه عاد كيجيبوه لنا. وهاد المرض ديال التوحد حنا دابا مؤكد ان ملي كيكون العلاج بريكوس يعني في الاول كيكون نتائج احسن. وحنايا كنخليو حتى كتوصل 6 7 سنين عاد شوف واش كيديروا التشخيص ولا لا. يعني هذاك الشيء علاش كنركز لك على القضيه ديال اللونغاج تاع الهضره. الاطفال اللي عندهم 2 اون 3 اون ما كيهضروش او عندهم الهضره قليله بزاف، مهم الحاجه البسيطه الاولى دي عند طبيب الاطفال او لا طبيب نفسي، كاين طبيب نفسيين ديال الاطفال خاصين بالاطفال. بين الاعراض باش نكملوا الاعراض، قلنا الطفل عنده مشكل كبير في التواصل، عايش في العالم ديالو، وكيكونوا في بعض الحالات اللي كنسميوهم لي ستيريوتيبي. هاد لي ستيريوتيبي شنو هما؟ هما بعض الكلمات ولا بعض لي جيست اللي كيديروهم بصفه ميكانيكيه. مثلا واحد الطفل كيكون بحال هكا مثلا جالس وكيرجع راسو للور بصفه ميكانيكيه بلا ما كيحبس، او لا اللي كيقول شي كلمه كيعاود نفس الكلمه بلا ما يوقف. هادو هاد لي ستيريوتيبي حتى هما من بين الاعراض اللي كيقدروا يكونوا في امراض التوحد. دابا واش عندك واحد الفكره شويه على امراض التوحد؟ يعني تنبدا نشوف واش كنعرف شي حد اللي عنده هاد الاعراض كلهم، واش عمرني شفت هاد الاعراض كلهم. صعب انهم يكونوا يعني قليلين في المغرب يمكن استاذ. لا كاينين غير دواء. دابا احنا عندنا واحد المشكل في الحضار في المدن، مازال كنشوفوا الناس كيجيبوا اطفال، ولكن في الباديه راه بزاف ديال امراض التوحد اللي مساكن ما غيعرفوش، خصوصا ستقول وهذا دمو بارد ما هضرش بكري، دمو بارد ما تمشاش بكري، دمو يعني هذا هو المفهوم الاجتماعي ديالنا. ما كيبغيش الدراري يحشومي، يعني كل حاجه نلقاو لها مبرر في هذه الاعراض اللي قلتي. لا يفو جوستومون هذاك الشيء علاش نركز على القضيه ديال اللونغاج. لحقاش حنايا بزاف تقول كي صافي راه تعطلت الهضره غير خليه نو. واخا تعطلت الهضره عندك الشك ديه عند اختصاصي. وحنايا ملي غادي نوصل للعلاج عندنا مشكل كبير في الناس اللي فورمي لهذا المرض هذا. علاش قلت لك هذا المرض في الاول غموض في كل شيء في هذه المراحل. اذا قلنا المساله ديال العلاج، مساله العلاج مشكل كبير. حقاش قلت لك واحد الوقيته كان محسوب على المرض النفسي والحقيقه ماشي مرض نفسي. الطرق المستعمله اليوم يعني الطرق اللي كتعطي نتائج باش نكونوا واضحين، هي الطرق الانجلو ساكسونيه في امريكان وكندا وبعض الدول الاوروبيه اللي كيكون العلاج السلوكي. كاين واحد الطريقه اللي كتسمى هي اللي معروفه بزاف، كاين عدة الطرق ولكن الطرق اللي معروفه بزاف هي اللي كيسمى الاناليز دي كومبورتمون ابليكي. يعني كندير واحد التحليل ديال هذا السلوك في الواقع، يعني بحال اللي كان هذه شنو المعنى ديال هذه الطريقه هذه؟ هذه كنحاولوا باش نركزوا على الاعراض. مثلا هاد الطفل وشنو هو العرض اللي كبير في عنده؟ واش المشكل ديال الهضره؟ واش المشكل ديال العلاقه الاجتماعيه؟ واش المشكل ديال التركيز؟ واش
نحاولوا نركزوا على داك العرض وكنديروا سكون ابل ان كونديسيونمون يعني بحال التكييف بحال ان ابرونتيساج بحال اللي كنعاودوا ندير يعني كتخلقوا له الظروف وتحاولوا تشجعوه انه يكون احسن في هذيك النقطه اللي عنده ناقصه حوايج مزيانين نعم وهنايا هذه مساله اللي كتخدم هذه كنركز عليها بزاف 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 كتخدم مع الاباء والامهات يعني داكشي باش قلتي شحال ما كنتذكري هما المعالجين نعم الا ما كانش سكون ابلي بريزون شارجي يعني بيغ ديسيبلينير يعني الاب والام خصهم يكيفوا الطفل ويحاولوا باش يطوروه في الدار يعني سي ان ترافاي واحد الخدمه اللي تعتو يعني انت طول الوقت ماشي خدمه تاع مثلا ساعه في النهار ولا هذه نعم اللي خصها يعني على طول اليوم على طول اليوم نعم يعني شنو كانت العلاجات الدوائيه دكتور سمحت لا لا بصفه عامه غير علاجات سلوكيه العلاجات الدوائيه غادي نوصل لواحد المساله اللي بسرعه الله يجازيك بخير دكتور نمشيو بسرعه ما بقيناش بسرعه يلا بسرعه قلت لك كاين هاد العلاجات السلوكيه بغي باش ننور المستمعين نعم حنا غنرجعوا لهذا الموضوع انا باقي ما فهمتوش مزيان غنرجعوا له ان شاء الله ان شاء الله كاين اس او اس اوتيزم يعني في المغرب كاين السونتر واحد السونتر في بوسكوره ما عنديش لي زادريس ولكن غادي اللي يقلب عليهم باش يعطيوه يعني معلومات كاين اخر كما بغيت نقولها كاين بعض الحالات يعني في العلاج كيقول لك خصنا ندير واحد الريجيم هاد الاطفال ابارامون كيعطيو بعض النتائج مزيانه الريجيم شنو هو؟ هو تاع البلوتين هو ديك الماده اللي كنلقاوها في القمح في الخبز وكاين عاوتاني لاكازيين هي هذيك البروتين اللي كتكون في الحليب نعم كيقول لك ملي كنديروا ريجيم على هاد المادتين جمادات بصفه عامه كيكون واحد التطور شويه مزيان يعني هذه غير كنقولوها في الحليب بين قوسين انت قلتي لي حتى حاجه ما واضحه في المرض حتى احنا يعني فهمت شويه ولكن باقي نبغي توضيحات اكثر غنرجع ان شاء الله باذن الله في شي مره اخرى لهذا المرض ديال امراض التوحد الشكر الجزيل لك دكتور سي محمد بوشنتوف اختصاصي في الامراض النفسيه والعصبيه بمدينه الجديده تبقى على خير وجمعه مباركه دكتور الله يبارك فيك مع القنباعو صباح الخير جمعه مباركه ان شاء الله جمعه مباركه عليك ولجميع المغاربه اهلا وسهلا استاذ نحاولوا نركزوا على النقط الاساسيه ونواصلوها استاذ نعم اذا قلنا يعني مجموعه ديال العوامل اللي كتاثر في العمليه ديال التواصليه راه عرفنا منها شي شويه ودخلنا كذلك المجال الاخير اللي هو بالامس يعني النصائح الاشياء اللي خصنا نتجاوزوها الاشياء اللي خصنا نفكروا فيها ونصلحوها ونعتبروا هذاك التواصل بحال واحد البناء يعني كنعيشوا فيه حنايا بجوج بحال واحد الدار يعني راه ملي كتبان فيها شقوق وتصدعات فما خص الانسان كما كنقولوا ينقذ من السفينه يعني كل واحد يهرب ويخلي هذيك الدار طيح فكاين حلول متعدده راه يمكن لينا نديروا اعاده اصلاح نرمموا واحد الترميم اللي هو جيد يمكن لينا كاع نسقطوا هذاك البناء ككل ونعيدوا نبنيوه بطريقه اخرى طرق متعدده لاصلاح الهفوات اللي كتوقع داخل الاسر واللي ضروريه توقع باش كنبنيو بها باش كنعلموا وليداتنا كذلك انه راه الحياه هي عباره عن بناء مستمر وتدريجي اذا هنايا هاد النصائح اللي قدمناها البال نضيف ليها شي حويجات اخرين اللي كتخلي التواصل يمكن يكون فيه مشكل والليله الا تجاوزناها غادي نساعدوا راسنا مني كيتلاقاو جوج ديال الناس بطبيعه الحال الزوج والزوجه اكيد ومن الضروري انه تيكون واحد كما تنقولوا حنا سقف التوقعات ولا سقف الانتظارات اللي عند الاخر انت شنو كتسنى مني وانا شنو كنتسنى منك وهذا حق مشروع يعني الزوجه من حقها انها تسنى ان الزوج ديالها يحقق لها شي حوايج وكذلك الزوج من حقه يتسنى من الزوجه تحقق لها شي حوايج تحقق ليه واحد الحوايج ديالو ولكن المشكل اللي كيوقع هو مني كيرتفع السقف ديال التوقعات مني كيكون اعلى من الامكانيات ديال الشخص وكيبقى واحد مرتبط بداك الشيء اللي كيطالب به وما تيحاولش يكيفو مع الواقع فاللي كنطلبوا حنايا يعني من الناس الزوجات والازواج هو ان الانسان يكيف الانتظارات ديالو والتوقعات ديالو يحاول يكيفها مع الواقع والواقع راه كيتغير يعني يدير بعض التنازلات اكيد هاد التنازلات منين كتجي لانه حنا تزوجنا في الثمانينات ولا في السبعينات راه الحياه راه ما بقاتش كيف كانت ديك الساعه
راه يمكن كان الزوج ديالك كان تيشد 2000 درهم والان يلا وصل 3000 درهم، 2000 درهم ديال ديك الوقت ماشي هي 3000 درهم ديال الوقت. هذه امثله يعني حتى التوقعات الماديه وكذلك التوقعات النفسيه من الاخر اخرها كيعيا راه الوقت. وهنا كتحضرني الفكره ديال التواصل كذلك والكلام، التواصل ماشي هو الهضره، راه ما يمكنش نبقاو نهضروا دائما وماشيين باش نعيشوا مرتاحين وبسلام خصنا نبقاو نتكلموا دائما، راه ماشي ضروري منين نسمعوا التواصل عاوتاني يعني انه خص هذاك الزوج فين ما يدخل كل عشيه خصنا نجبدوا الهضره ونبقاو نتحدثوا. التواصل راه ماشي هو الهضره، راه التواصل الفعال والايجابي هو تعرف كيفاش تخلي الاخر اللي معك مرتاح. يعني الا كنتي كتشوف الطريقه اللي كيرتاح فيها هي هذيك انه يجلس ويبقى ساكت واحد شويه هذه، اعطيه هذاك الوقت ديالو ومره مره يكون الحديث. اذا النصيحه الاولى هي هذه، ما يكونش عندنا السقف ديال التوقعات عالي اكثر من الامكانيات ديالنا لان هذا تيحبط التواصل. الثانيه هي النموذج، الكثير فينا اولا كلنا كيكون عندنا واحد النموذج، يعني الزوجه كتلقى مع واحد السيد عندها واحد النموذج على كيفاش بغات الزوج ديالها يكون وكيفاش بغات الحياه ديالها تكون، كذلك حتى هو عنده واحد النموذج. هذا النموذج ممكن يولي مدمر الا ما كيفناش مع الواقع وكيولي صراع ديال الاحلام، الانسان تيغمض عينيه وتيشوف فين باغي يوصل، تيقول ماشي هذا الشيء اللي كنت كنحلم به، ماشي هذا الشيء اللي كنت باغي. نعم، اذا فين غيكون التواصل؟ الوقت اللي تتوصل المراه ولا الراجل لهاد القناعه ديال ماشي هذا الشيء اللي كنت كنتوقع، معناها سد ابواب التواصل مع الاخر لان ماشي هو اللي كان في المتوقع. ولكن راه رجع لذاتك، رجع لذاتك بان راه هذاك الشيء اللي كتفكر فيه انت واش واقعي ولا ماشي واقعي. وهنا هذه هي المساله اللي بغيت ندخل ليها في الاخير باش نناقشوا، هو الاسئله اللي خصنا نطرحوها على نفسنا منين بغيو نتواصلوا مع الاخرين. يعني انا الشخصيه ديالي منين كنتواصل مع الاخرين كيفاش واش كندير لها تقييم؟ اشنو كندير انا المجهود اللي كنديره باش ننجح عمليه التواصل مع الاخر مع الاخرين؟ نشوف نتا غير بعض الاسئله، واش انا مثلا كثير الكلام ولا قليل الكلام؟ الانسان يجلس ويقول مني كنتواصل انا مع الناس سواء مع الزوج او الزوجه او لا مع الناس اللي كنعرف، واش انا كنهضر بزاف ولا كنتصنت بزاف؟ ويقيم راسه، واش انا كنبني في التواصل ولا كنهدم؟ واش انا كثير الاحتجاج؟ شوف بعض المرات تلقى شي حد يعني في التواصل حاجه ما عجبها. نعم نعم كاين تيحتاج وكيعارض كل شيء يعني هكذا. كان خصني نعرف نقيم واش انا من هذا النوع ولا لا. كاين اللي كثير الشكوى وما حاسش براسه والناس اللي تيعرفوه تيحشموا منه كاع ما تيقولوها ليه، وخصو يقيم راسه. راه كاين اللي كيجي دوا كيبقى يشكي، راه خص راه ملي كتكون كتواصل راه ما يمكنش تبقى كتشكي، راه تيخصك تسمع كذلك الشكوى ديال الاخرين اللي كيتواصلوا معك باش يمكن يكون توازن. واش مني كنتواصل مع شي حد وكنجيو تندير مبادره، الزوجه جات ولا الزوجه فتح نقاش في شي حاجه فتح تواصل، واش حققتي الاهداف اللي جيتي انت على ودها ولا لا؟ احيانا كنفتحوا ملف وكنبقاو غاديين فيه كنخليوه ونمشيو نفتحوا ملف عاوتاني واحد اخر وكتراكم الملفات اللي كتفتح وما كاين تحقيق حتى شي هدف. اذا هذه من الاسئله البسيطه اللي كل واحد فينا خصو يطرحها على راسه قبل ما يتواصل مع الناس او لما يكون يتواصل مع الناس باش يشوف واش هو كفء في التواصل، واش بناء في التواصل، عادي يمكن لنا نديرو تواصل يعني يشوف راسه فينا خانه غيوضع راسه ويشوف راسه كيفاش ممكن يصلح باش يكون عنصر جيد في هذا التواصل وعادي يطالب الاخر بـ 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 يعني بالمثل الا ما كانش الاخر. نعم نعم، هذه هي النتيجه النهائيه اللي خصنا نوصلوا لها. الا كنت انا ايجابي في عمليه التواصل فكون على يقين انه انتظر غير شي شويه ديال الوقت راه بشكل تدريجي الاخر غادي يتبعك في الايجابيه، ولا كنتي سلبي راه نهائيا عمليه التواصل ما عمرها يمكن لها تنجح. نعم، شكرا جزيلا استاذ محمد قنباعو، غنتلاقاو ان شاء الله باذن الله في الاسبوع ما بعد الاسبوع المقبل بحول الله في موضوع اخر كيهم تربيه الابناء ديالنا. تبقى على خير، كنتمنوا لك عطله نهايه اسبوع ان شاء الله موفقه وجمعه مباركه. مع السلامه استاذ. مع السلامه. مع السلامه. كاين التنغير استاذ عمر، صباح الخير، جمعه مباركه. صباح الخير اختي الكريمه، اهلا وسهلا جليل الحتشاوي. اهلا وسهلا، صباح الخير وصباح الانوار. يعني من هذه المره من خلعت وقونا دابا انت الورود. نعم سيدي بالصحه والراحه. بارك الله
أختي. يعني روح المواطنة بتجلياتها المختلفة، يعني خصها تبان في سلوكنا، في تصرفاتنا، في أفكارنا، في يعني في مجموعة ديال الأشياء اللي احنا كنقوموا بها في واحد المجموعة ديال النماذج، يمكن حتى في الأمثلة اللي كنعطيو في حياتنا العادية أستاذ عمر. يعني للأسف ما كنشوفوهاش كثيرة، وهذا كيأثر على الأجيال القادمة. بالطبع المنطلق أختي الجليلة الحدفاوي، المنطلق دائما هو منطقي، يعني التنشئة الأولى هي تنشئة المدرسة يعني، وقبلها البيت. نعم نعم. هناك نموذج نعم ربما سنتناوله في هذا الحصة، هو يعني روح التضامن التي نجدها لدى المتعلمين فيما بينهم. نعم. في بداية السنة مثلا، وهذا يعني تسعى إليه مجموعة من المؤسسة التعليمية أيضا، نعم، في محاولة زرع هذا روح التضامن في مساعدة يعني الأطفال المنتمين إلى طبقات متوسطة أو ميسورة، للمساعدة للفقراء يعني أبناء الفقراء، من خلال مساعدتهم على يعني تقديم اللوازم المدرسية، بعض الملابس، من أجل زرع هذا الروح يعني التضامن داخل المدرسة، ثم الخروج به يعني وزرعها في نفوس المتعلمين كي يخرج إلى المجتمع حينما يعني يصبح رجلا أو امرأة يعني في المجتمع. هنا مجموعة من النصوص أيضا من خلال المقررات يعني الدراسية الأخت جليلة، مجموعة من النصوص يعني تحاول أن تشير إلى هذه القيم، يعني هي قيم يعني دينية اجتماعية إلى آخره من هذا الجانب، قيم إنسانية. يعني الإنسان بطبعه اجتماعي وبطبعه يميل أنه يساند الإنسان اللي بحاله. نعم. وهنا يظهر لنا من خلال يعني هذا روح التضامن يعني اللي تنشوفه مثلا داخل الفصول الدراسية بين المتعلمين، ثم كذلك محاولة تشجيعه. لماذا؟ لأنه حينما يرى المدرس يعني سلوكا محمودا داخل الفصل، لابد من يعني محاولة تزكيته واستحسانه وإعطاء نماذج، ثم محاولة حتى ولو أنه يقتنص في بعض الأحيان يعني دقائق يعني مقتضبة من أجل يعني إحانة وتوضيح مثل هذه السلوكات وتشجيع، ثم إعطاء قدوة بهذا المتعلم الذي قام بهذا السلوك. ثم هناك جانب آخر، أن يعني المؤسسات التعليمية أيضا تتواجد فيها جمعية الآباء، وهذه جمعية الآباء تقوم بهذا العمل يعني كدور يعني ربما الكبار في تقديم هذه المساعدة والتضامن. يعني هذا الدور اللي المفروض تقوم به، واش كتقوم بها كما يجب أم لا؟ ما نعرف يعني. هناك تدخلات، ولكن هذه التدخلات تبقى يعني ضعيفة. نعم. الجليلة، من خلال مثلا تقديم يعني نظارات يعني طبية لبعض يعني ذوي يعني العاهات ديال البصر ولا ضعف البصر، او تقديم مساعدة في كثير من الاحيان اخت الجليلة، هذا يتفاوت يعني هي وان كانت يعني مبادرات خجولة مع المتمنيات ديالنا وحتى مع الامكانيات. هي ذكرتي انت الطبقات الميسورة والمتوسطة، بل حتى الطبقات الفقيرة. انا كذا كون الوليدات نتاع المؤسسه وتقترح عليهم، كاين حاجه اللي صغرت عليا ما بقاتش صالحه ليا، يعني ما غنستعملهاش، ممكن نجمعوا داك الشيء اللي يتقاد ويتصاوب وغيستفد منه واحد اخر، وانا غناخذ مساعده من عند شخص اخر اللي توا استغنى على حاجه وانا باقي نحتاج ليها. وهذه مبادره اختي جليله، هذه مبادره يقوم بها معلم يعني يشتغل في مناطق يعني جبليه، هو صديق لنا اذكر اسمه، ولكن يشتغل في مناطق يعني سي عمر، هو يستحق ان تذكر اسمه يعني نبغي. نعم. اسمه يعني نور الدين اماد، يشتغل في منطقه مقون يعني بقلعه مقونه. نعم. يقوم يعني يشتغل في منطقه جد فقيره جدا يعني، وربما تم بث يعني برامج تلفزيونية حول هذه المنطقه يعني جبال يعني الاطلس الكبير يعني. نعم. التلوج الى اخره. حينما ياتي في عطله يعني في عطله من العطل الدراسيه، يقوم بجمع يعني يتصل بمحسنين يجمع يعني ملابس، نعم، ثم يقدمها لهؤلاء الأطفال يعني أطفال المدارس. وهنا من خلال التقاء ومجالسة له، يقول بأنه يزرع حينما يوزع هذه الملابس بما فيها الملابس يعني المستعملة والجديدة التي تبرع بها المحسنين في منطقتي قلعة مقونة وفبومل، نعم، يحس بأن هناك فرحة تنبعث يعني تنبعث من صدور من نفوس هؤلاء الأطفال. الله يجازيه بخير، والله يكثر من مثاله. تحية منا ومن كل المستمعين. أنا متأكدة لهذا الأستاذ، هذا أستاذ نور الدين، تحية
من أمات تبارك الله عليه. أستاذ عمر يعني درتي لنا واحد النقطة هامة هي التضامن، يعني غنرجع إن شاء الله في حلقات أخرى ونتحدث على هذه النقطة هذه وكيفية زرعها أكثر في نفوس الصغار باش يكونوا يعني قدوة ونكونوا تحنا قدوة لهم إن شاء الله في هذه النقطة هذه. أستاذ حسن عمر فاعل جمعوي وأستاذ مادة اللغة العربية بمدينة تنغير، شكرا جزيلا لك، نتلقوا عما قريب إن شاء الله في فرصة قادمة. مع السلامة أختي جليلة. جمعة مباركة. جمعة مباركة. صباح النور. جمعة مباركة لك سيدتي ولكل المستمعين والمستمعات الكرام. دكتور تفضل، البداية من عندك، يعني الاتكالية عند الأطفال. هي الاتكالية حقا الموضوع عنده واحد الأهمية خاصة جدا. اليوم لما اللي كان نشوف الأسر المغربية من بين الأمور اللي كيشتكيو منها تيقول لك ولدي ولا بنتي ما باقيش باغي يتحمل المسؤولية. اليوم ولدي مثلا ملي كينوض من النعاس تيخلي البيت ديالو لمن؟ لماما. ولا يعني قبل ما تينوض دكتور، يعني باش ينوض من النعاس خص ماما اللي تنوضو، خص ماما اللي تنوضو باش اللي يقرا اش كنقولو؟ كيقول لك انا غنجيب النتيجة لماما ولا النتيجة لبابا. نعم. بمعنى انا كنقرا لكم. الا قلنا غادي نمشي نسخروه كيهز على كتافو اكيد. والخطوره لا في هذا الامر هذا ماشي هو في هذا السن هذا، الخطوره هو المخرج النهائي ديال هذه الشخصيه. نعم. هل هذه الشخصيه وهذا النوع من البناء، لانه البناء الانسان له منظومه، كاين واحد البناء قاعدي اساسي اللي هو الاحتياجات النفسيه عند اي انسان، اذا لم يتم اشباعها فين كنأديو الضريبه؟ كنأديو الضريبه اثناء الشخصيه النهائيه، اثناء المخرج النهائي. نعم. وهذه الفتره هذه خاصه في الخمسين الاولى الا ما علمناش الطفل على المسؤوليه بشكل متدرج وصبح الطفل معتمد كلية على أمه وعلى أبيه وعلى محيطه، سيولد عندنا شخصية مشوهة كتسمى في علم النفس الشخصية الاتكالية. والشخصية الاتكالية عندها واحد مجموعة ديال المواصفات ومجموعة ديال المخرجات ديالها. مع الأسف أن من بين أخطر هاد المخرجات هي انها في كثير من الاحيان كتكون عنيفه للاسف. نعم. كتكون عنيفه لان عمرها ما سمعت كلمه لا، دائما كتسمع كلمه نعم، واخا ولدي ما كاين مشكل، دي تكا عليا. حتى انا كنشوف بعض الاباء واحد قصه شتاع قدام عينيا بسيطه جدا. واحد الاب كان معانا وحنا مخرجين وليداتنا للمدرسه، مغطيه هو بالمظل وهو كطيح عليه الشتا. الاب غادي بيه غادي بولدو مغطيه بالمظل وهو كطيح عليه الشتا. فملي بدينا كنضحكو بيناتنا فعلا يعني انا كنقول يمكن يكون سلوك شبه عادي يا استاذ، تنحيدو كنعطيوهم مزيان. وهذه كنحيدو كنعطيوهم هي جميله جميله، ولكنها اذا كانت سلوك دائم سنؤدي ثمنه غاليا سادتي الكريمة. نعم. يعني كثرة الحنان الزائد واللي ماشي في محله ممكن يكون عكسي على نفسيتهم وعلى سلوكهم المستقبل. صح. يعني غنحنوا عليهم بزاف ما غيحنوش علينا هما فيما بعد. هذا لله كنسميهم الآباء أهل الحماية الزائدة. نعم. الآباء أهل الحماية الزائدة من بين أهم السلبيات ديالهم انه دي بير كونغورو. شنو دي بير كونغورو؟ يعني الكونغورو دائما مخبي ولده في شنو كونغورو. هاد لو بير كونغورو هو في الاول مزيان، الطفل كيحس بداك الحمايه داك الحنان يعني ضروري للنمو، النمو العاطفي ديال الانسان والنمو الوجداني ديالو، لكنه اذا زاد عن حده سينقلب الى ضده اللي هو العنف اللي قلنا. نعم. يعني حتى الاطفال اذا ما علمناهمش الاستقلاليه منا بالفعل يا استاذ فوقاش غيشكلوا هذه الشخصيه، كيبقى دائما عايش تحت ظل الاب ديالو ولا الام من كيكبر وكيشوف راسه ما قادش، يمكن كيتمرد عليهم كيكره علاش خرجوا من ذاك الشخص هذا. شوف امس استقبلت سيده في المكتب عندنا
بعد 27 سنة من الزواج وقع الطلاق. لما هاد السيدة أرادت أن تخرج إلى المجتمع، المجتمع الحقيقي، نعم، لم تجد لها أظافر اجتماعية ولا مهارات اجتماعية باش تعيش في المجتمع ديالها، لأن باها أعطاها رجلها ورجلها من بعد، يعني دازت داك المجتمع نعم، بقى دائما في الحماية الزائدة. نعم. غنشوفوا مشاركة أولى ضمن هذا الموضوع ديالنا ديال الاتكالية واللي رجعت طابع مشترك يمكن عن جيل كامل. نعم دكتور. نعم نعم. دكتور إبراهيم، يعني غير من حديثنا احنا كأمهات ولا كآباء كلمسوا هذه المسألة هذه، يعني كل شيء كيقول لك أنا ولدي ما كيديرش، أنا ولدي ما كيعاونيش، ما كيجمعش بيتو. سيدة عاد اتصلت بينا قالت لنا بأن ولدها ما كيجمعش البيت، ما كيديرش هذه، ما كيديرش هذا، ومنين كتحتج وكتقول له علاش، كتقول له هذاك فضائي الخاص نخلي ندير ما عجبكش ما تدخليلوش. هو اللي وقع ان جيل الثمانينات وجيل التسعينات الذي تزوج في هذه المرحله ما قبل عاش واحد النوع من الحرمان الى اشتهى الشيء في الطبقه، خاصه الطبقه المتوسطه. نعم، وكانت هي الغالبه. نعم، وعشت واحد الحرمان معين، يعني كان واحد نوع من الفقر، واحد نوع من هادو خدموا في الغالب ولا موظفين ولا اطور ولا يعني دخل شويه ديال الرفاه الاقتصادي. نعم. عندهم تيقول لك اودي انا عشت الحرمان، علاش غنعيش في ولادي؟ هو ما تيعرفش بانه نوع من الحرمان ضروري للانسان. سيدنا عمر كان كيقول واحد الكلام عجيب، قال لك يخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم. لابد مرة مرة المربي الصحيح تيقول نعم نعم، ولكن خصو لا تكون حاضرة. نعم، تكون حاضرة عنده. نعم، يعني لا هي جملة ولا كلمة خصها تكون حاضرة في تربيتنا لوليداتنا. نعم. لأن هي في الغالب الأحيان هي اللي تتربي، يعني وحنا تربينا بواحد المجموعة اللوية شوية يمكن. نعم نعم. نشوفوا نشوفوا غير سي إدريس من سوق الأربع شنو غايقول لنا في الموضوع. سي إدريس صباح الخير، مرحبا بكم معنا. ألو صباح الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم سي إدريس، شنو غتقول لنا في الموضوع؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك سي إدريس. الصوت نعم سيدي الصوت ما كيوصلناش بوضوح. شوف البلاصة اللي يكون فيها التغطية أوضح. غنمشيو في انتظار ذلك، نمشيو لعند منى من قلعة صراغنا. منى صباح الخير. صباح الخير منى، كي صبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. منى شنو تقولي لنا في الموضوع؟ بالنسبة لهذا الموضوع تاع الامتنان ديالي، أول شيء أنا بالنسبة لي أم طفل عنده عام. نعم. ومازال كنعتمد على الآباء ديالي في حل مشاكل الزوجية، يعني واخا تزوجت ولدت هذا أي مشكل كنتاكل عليهم هما. نعم. كنتصل بهم في التليفون هذا، كنقول لهم ها وقع ها وقع، حلوا لي المشكل ديالي، يعني ما كنقدرش نتخذ قرار انا، دائما كنعتمد عليهم هما باش يتخذوا القرارات ديالي، وهذا كيشكل مشكل بيني وبين الزوج ديالي. كيقول لي انت دائما كتسميهم هما اللي يقرروا في بلاصتك، هما اللي يقولوا كلمة ديالهم، انت ما عندكش شخصية. وهذا كيشكل. لا منى، شحال عندك في العمر؟ 24 سنة. نعم. في مسارك منى، في مسارك ملي كنتي طفله، كيفاش كنتي كتعتمدي على راسك تاخذي القرار راسك، ولا دائما والديك هما اللي كيتاخذوا القرار في عوضك؟ في الحقيقه ملي كنت طفله وانا فاش كاع وليت ام زوجه وام. نعم. مفشه. نعم. يمكن انت صغيره في خوتك منى. فعلا انا صغيره. نعم. دائما هما واخا كنت طفله كان
كان ديما من اللي كيتاخذوا قراري حتى في شويه في الباس. نعم الام ديالي هي اللي كتختار ليا شي لباس اش وقف النعاس. على ذكر سمعتكم قلتوا شكون كيفيق الصباح كيف عرس النعاس داكشي مش كنت هما اللي كيفيقوني الصباح. واش بقى ما كتفيقك للسحور دابا واخا بعيده عليك بالتليفون؟ لا لا دابا كنفيق راسي. نعم منى حنا غنشوفوا راي الدكتور ابراهيم بارك الله فيكم ان شاء الله. في انتظار ذلك ناخذ حتى راي سي ادريس باش نربحوا شويه هذا الوقت. سي ادريس تفضل. سي ادريس زعما للاسف ما كنسمعوش صوتك بوضوح. غنخليو السيده فاتحه العسري غتتصل بك وغتاخذ رايك في الموضوع وتلخصوا لنا ان شاء الله. دكتور ابراهيم بالنسبه لرايك في منى والنماذج كثيره واكيد هاد الاجيال هاد الوليدات الصغار دابا اكيد هادو منى غتكون نموذج منهم. صحيح. اولا كنشكر منى على الصراحه ديالها وعلى انها يعني عطتنا فرصه لواحد جيل يمكن جيل بهذا الشكل هذا. ونتمنى فعلا ان هذه الحلقه وغيرها انها تسلط الضوء على هذا الموضوع هذا. الا لاحظتي لا ان السيده منى مثلا تقول لك ان زوجي ينزعج من هذا التصرف. وفعلا الحياه الزوجيه من بين الامور التي تنبني عليه الامن والامان والشخصيه الحاضره. لانه كاين كثير الان من الاسر اللي الانفصال ديالها كتجي كتقول لك مثلا حتى الزوج تقول لك هذا ولد امه. نعم بمعنى ولد امه انه لا يتخذ قرارا حتى بعد الامور جزئيه بسيطه جدا. احنا عندنا قضيه استاذه انه انسان باش يختار طلامط ديال الصلاه ديالو خصو يرجع يتشاور مع الوالد. انا ما نقولش انه انسان يكون مسخوط ولا كذا حيت ولكن بحال مثلا هذه السيده هذه انه في النطره لمشكل مع الزوج ديالي خاصني نرجع للوالده ديالي والام ديالي. علاش الوالد ديالي؟ علاش؟ لان الام والاب دائما كيلعبوا دور الاطفائي وهذا الدور خطير جدا. دور الاطفائي حتى مع ولادك داخل البيت عمرك ما تلعبوا لانه اولا ينهيك ثم ثانيا ما كتخليش وليداتك انهم يبلوروا وينضجوا الانفعالات ديالهم. في كثير من الاحيان حتى اللي عندك الولد في الدار تخاصموا مثلا خليهم هما يفكوا شغلهم. نعم. مادام كيما كنقول ما كاينش الدم. نعم. خليهم يفكوا الامور ديالهم. علاش انت دائما اطفائي؟ نعم قلت واحد الكلام ايضا خطير انه حتى في اللباس لانه كاين واحد ما نسميه نحن بكعكه القرار. كعكة القرار بيني وبين ولادي باش نقسمها. بعض الاحيان هما عندهم فقط 3% انا عندي 97% في القرار. كيمشي هذا الشيء تيكيولي ممكن عنده هو 97% في القرار وانا عندي فقط 3% في القرار. على حسب على حسب مثلا في اللباس في اللباس في اللباس خصنا نعلموا وليداتنا انهم هما يبداو يختاروا بطبيعه الحال كاين القواعد. انا وضعها مثلا كاب انا داخل السلطه الابويه مثلا بنتي بغات تلبس واحد اللباس اللي هو غير محتشم هنا نقول لها بنتي لا ولكن بغات تلبس هذا اللون ولا هذا الموضه ولا هذا الموضه هذا شغلها. نعم. علاش؟ لانه بعض الاحيان حتى الجانب الاجتماعي النضج الاجتماعي اللي فايده ان هذا ولا موظف ما تعرفش يلبس واش خصو يرجع للوالده ديالو تلبسو؟ نعم يعني هو رجوع الوالده ديالو راه ماشي ولاء ليها ولكن عجز يعني هانديكابي هو معاق. الخطير من اللي تيوعب هذا الامر هذا اول واحد تيكره تيكره تينقمع على نعم هو الوالده يعني حنا غنحطوا راسنا واحد حاله دون نمو من هذه الجهه ولا من هذه الجهه. نعم. يعني كتجيك واحد الحقد دافين وان كنت مرضي ولا هذا ولكن كتحس بواحد الحسره. نعم. علاش ما دارولوش هكا؟ نعم. علاش ما خلاوليش؟ ضمني ضمني ما خلانيش ننضج شخصيتي. نعم للاسف يعني ان ذاك الحب الزائد ذاك الدلال الزائد ذاك الحمايه الزائده ماشي جيدة ماشي مزيانة. صحيح صحيح. غنشوفوا مشاركة أخرى. ألو صباح الخير. ألو ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
معك بشرى من طنجة، بشرى نلقات من طنجة. اهلا وسهلا لاله بشرى، كي درتي لاباس عليك؟ يجازك بخير اختي. اهلا لاله، مرحبا بك معنا. تفضلي. نشكر الدكتور، الله يجازك بخير. العفو لاله. تفضلي. انا ام لثلاث اطفال، عندي البنيته عندها 13 سنة. نعم. والوليد عنده 8 سنين. والبنيته عندي صغيرة عندها عامين. نعم. يعني البنيته الكبيرة الوليد اعتمد عليها بزاف، يعني ملي كانت صغيرة عطيتها ديك المسؤولية. نعم. يعني كتلبسو كتفشو بزاف الحاجات، يعني اذا ما عملتلو شي حاجه كتعملو حاجه هي اكثر مني. نعم. يعني مفشع بزاف الولد. دابا بقى من عدم المسؤوليه، يعني اي حاجه خصو هي اللي تعملها له، هي اللي تعمل له داك الحاجه. نعم. ما بقاش عندي كيتحمل المسؤوليه نهائيا، يعني ولات هي كل شيء. الا قلت لها دخلي جمعي بيتك كيدخل حتى هو يجمع بيته، يعني الا دارت داك الحاجه يديرها، ما دارتش ما يديرش. نعم. يعني وخفت فاش سمعت هذا البرنامج ديالكم الله يجازيك بخير، قلت انني نحاول ان نطرح المشكل ديالي. انا دار لي مشكل صراحه، دار لي مشكله في الطفل بزاف. يعني انت خصك ولدك دابا يبدا يستقل شويه على اختو. خصني يبقى يستقل على اختو ويبقى يتحمل المسؤوليه ديالو، يعني ما نحملش المسؤوليه. نعم. حنا نشوفوا راي عنده غرفه ديالو بوحدو ولا لا؟ لا، الغرفه هو اختو. هو اختو. واخا. الله يجازك بخير. العفو لاله، العفو، مرحبا. نشوفوا السيده رابعه من الدار البيضاء. نبيها. نبيها اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. شكرا. العفو لاله، العفو لاله نبيها، العفو. احنا كنصنتوا دائما البرنامج ولكن ما كيساعدنيش الحظ باش نشارك، ولكن اول مره صراحه انا فرحانه. المشكل ديالي هو انني الام ديال ثلاثه ديال الاطفال. عندي ثلاثة دراري. الو. نعم تفضلي لاله كنسمعك. ثلاثة دراري، وليد عنده 11 عام وزيادة. بنيته عندها 8 سنين وليد عنده 4 سنين ونص. الوليد الاولاني مهم كان كيعز عليا زعما نحمل المسؤولية في صغره وديك الشيء، وطلع هكاك ما بغاش دابا ملي كبر دار 11 عام ما بغاش يهز المسؤولية، عييت معاه. حدا دابا ما يبغيش يقرا بوحدو، ما يبغيش يبدل حوايجو، تبقى نكرر نفس الكلمة، على عكس خاه الصغير كاع كيستقل براسو في مرة. نعم. ندرس انه مابقاش كيفارقني حتى في الكلاس، خصو يجلس قدامي. وفي النوم؟ لا، النوم عنده الغرفة ديالو بوحديته هو وخوتو. نعم. دابا فكرت نصيفطو للمخية والصيف على الله يستقل بذاته. نعم. نعم. دابا حتى الهضرة ما كيخصو أي حاجة يقولها لي أنا، أي حاجة المهم كنحس به مرتبط بيا بزاف، وما بغيتش يطلع هكاك، بغيت يستقل بذاته. نعم، يعني يكون مرتبط بالام ولا الاب ديالو شكل، ولكن يتحمل مسؤوليات في الحياه شكل ثاني. خليك معنا نبيها، غتسنى نسمعوا الاجابات. شكرا جزيلا. عند الدكتور ابراهيم. دكتور تفضل. اولا كنشكر المستمعات الكريمات. كان الهم كثير عند العيالات اكثر. هذا اشكال اخر. نعم. هذا اشكال اخر، وممكن ندخلوا حتى في المسؤوليه. نعم. بعض الاحيان، وانا هذا انا رجل ونبغي نتوجه اذا حتى الرجال، لان هذا اشكال كبير في الاسر المغربيه اليوم. نعم. بدينا كنشوفوا واحد الظاهره في المسؤوليه هذه، ديال ان المراه بدات كتحمل المسؤوليه ديالها وديال راجلها. نعم. وديال الاب. وهذا خطير على مستوى على مستقبل هذا الجيل. انا راه غريب جدا لنا ملي كنشوف المراه غاديه وهزه البوطه في الزنقه. غريب جدا. هاد الظواهر ما كانتش. نعم. ما كانتش. غريب انه ملي كنشوفوا المراه هي اللي كتجيب البلومبي، غريب هي اللي كنشوفوا تجيب تريسيان. الا ما كانتش كتعرف، هي الا كانت كتعرف غتصاوب راسها على ما حال. هادشي نرجعوا هذا قوس فتحناه، يمكن يكون نرجعوا له ان شاء الله في حلقه من الحلقات. بالنسبه للاخت بشرى، السيده بشرى، بطبيعه الحال هي دارت واحد المساله مزيانه، ولكن فطيتها مساله ماشي ايجابيه. نعم. المساله المزيانه اللي دارت هو انها خلات بنتها صاحبة 13 سنة أنها تحمل مسؤولية ديال الأخ ديالها. بمعنى ما يقولوا كتحمل مسؤولية، أن هاد البنية غتدرب غتعلم غتاخذ واحد مجموعة المهارات التربوية اللي غتنفعها في المستقبل. نعم. ولكن في المقابل هاد التوازن، احنا دائما كنرجعوا للتوازن، هو مزيان أنها كتساهم في البيت بهاد الدور هذا البنية،
ولكن الوليد ديال 8 سنوات فعلا الا مشى غير هو حول الام الى الاخت دار الاسقاط على الانسان. نعم. والخطير ديال هذه العلاقه الا ما تنباتش الام في الاخر غتولي العداوه بيناتهم بين هاد الخوت هذا. نعم. خاصه اللي غايدير لها 11 عام 12 عام حتى 15 عام غادي يدير واحد النوع من النفور، حتى ما يوليش النفور الاخت ديالو خصها يعني مزيان دير هذه الخدمه ولكن تعطيه ايضا هو انه ينبذ الانفعالات ديالو. الا كانت عندها الامكانيه في البيت ديالها انها تفرقهم ودير البيت ديالو فهذا يكون احسن. يعني الامكانيه تكون واخا الوليد ها هو كتباته حوايجو ولكن في الليل ينعس في الصالون ويجمع حوايجو من الصالون. نعم يعني الامكانيه حنا اللي ما كنخلقوهاش. نعم. استاذ صحيح. والمساله اخرى بالنسبه لاختنا بها طرحت واحد الامر اساس هو دائما تتقول لك الام انا الكبده ديالي ما كتسمح لياش وانا يعني وهي الكبده هذه اللي ما كتسمح ليناش كاملين كامهات. نعم. واباء هي اللي خرجتها هي اللي قالت. نعم. هذا المشكل اللي ما كانش هو الكبده اللي كنسميوها يعني احنا ديك الحمايه الزائده وذاك الدلال والحب هو جميل جدا في الاول ولكن الانسان دائما اللي ما كيتوازنش في العطاء في الاخر كيأدي الثمن غالي. هاد الكبده دابا اللي حنا محنانا غادي تمحنا لان في الاخر تيكبر الولد تقول لك انا عطيتو كلشي ما عطاني حتى حاجه اش كيتسناي انا اللي يعطيك لانه فوقتاش كيعطيك الاخر ملي تيبقى عندك انت ما تعطي. نعم ومني كيتعلم يعطي هو ما نعلمش ياخذ. نعم من علم ما ياخذ. طرحت واحد الحل جميل جدا قالت لك بغيت نصيفط ولدي للمخيم. فعلا يعني كل حاجة اللي كتخلي الولد انه للبنت يتحمل مسؤوليته اليوم عرفتي لا انا فاجئوني في اول سنة في الجامعة كنشوف بان بعض الاباء تيجيب ولده ولا بنته باش يسجلو وجاي يسدلو في يديه هذا الولد يمكن المستاج ديالو بدا كيبان وهذه البنت بارك الله راه ولات امرأة وجايبها باش يسجلها في الجامعة وكيتسناها ولا كيجمع ليها الاوراق هو كلهم غير انت يا لالا غير جالسي في الطوموبيل العبد ديالك هو غادي يسجلك. اليوم انا في المخيمات ملي كنديو مثلا الاولاد ولا البنيات المخيمات وكيتوسخ شي شويش وكيجمع فراشو كتقول لك الام واش انا صيفطت لكم باش يدوز كونجي ولا باش يخدم. حتى في المخيم خصنا نخلقوا له عبد مطيع اللي غيجمع له ويطيب له ويخبز له ويعطيه كلشي بيديه. اي جيلين نبني. نعم. للمستقبل. لذلك اليوم علاش طلاق ولا كثير؟ علاش طلاق ولا كثير؟ بين الاسباب المباشره ان لا البنت ولا الولد قادر يتحمل المسؤوليه. كيقول لك اخويا انا كنت حر مع راسي، اش داري لهذا الصداع هذا كامل؟ علاش؟ لانه ما ترباش. نعم. انه يتحمل المسؤوليه. يعني هو النموذج حنا كنشوفوه منى اللي يعني ما قداش تاخذ قرار حتى قالت لك تفتي عليها تقول لما شنو ندير؟ حنا تخاصمناش شنو ندير يعني هذاك البادره اللي تاخذها ولا تاخذ قرار صعب المساله صعب يعني حتى في اختيار الملابس ما يوقف الواحد ويقول لا واش نشري هذه ولا نشري هذه. نعم انت تربي شخص مشوه الاراده. نعم يعني مقتول الاراده. يعني عنده إعاقة خطيرة. نعم. إعاقة. نعم. اجتماعية خطيرة. نعم وهنا عندك الذكاء الاجتماعي في هذا الجيل قليل. نعم. الذكاء الاجتماعي اللي هو القدرة على الاندماج والقدرة على التكيف والقدرة على مواجهة الإشكاليات المجتمعية اللي ولات كثيرة في المجتمع. نعم يعني احنا شفنا هاد النماذج استاذ والنماذج كثيره. نعم. يعني كيفاش نداركوا الموقف خصوصا اللي ما بقاش وليداتو صغيرين يقدر يتحكم مثلا واش ممكن نداركوا الموقف في 10 سنين 11 عام 14 عام ولا لا؟ لا هو دائما شوف دائما الامل خصنا نتشبتوا به ودائما التغيير تيكون بطبيعه الحال تيكون المخلفات كنأديو الثمن ديالها خاصة المخلفات ديال السن الحرجة ديال الخمس سنوات الأولى اللي هي البرمجة ديال واحد 80% ديال الشخصية ديال الإنسان كتكون فيه. فحقيقة هل يمكن تجاوز؟ نعم ولكن على الآباء أن يتخذوا قرارات حازمة وقرارات مصيرية في حياتهم.
بما فيهم ان اليوم الا كنت مثلا عندك غير مثال الا كان مثلا الوليد ولا البنيته غادي يصيب لاكارت ناسيونال ها هو ولا عنده السن القانوني انا كاب ولا كام خصني هو يمشي للاداره هو اللي يجمع وريقاته هو اللي يمشي يشد الزحام ويشد الصف باش يدير هذا الامر هذا الا ولدي مثلا ولات عنده 9 سنين 11 عام خليه يمشي في الطوبيس مره نعم انت دابا شوف استاذ هذا الانفعال اللي ولا عندنا ويكونك عندك بنتي غادي يقول لها ويكونك ولدي غادي يقول نعم يعني احنا عندنا خوف اجتماعي نعم هاد الفوبيا اللي كاينه في انا ما كنكرش بان في المجتمع كاينه ظواهر ولكن السؤال المطروح واش هاد وليداتنا غادي يخرجوا ولا ما يخرجوش غير مضطرين يخرجوا السؤال اللي كاين هو كيف سيخرجون الى هذا المجتمع باي تنفسيه باي مهارات وكما ديما كنسميوها باي اظفار اجتماعيه باش تكون عندهم ادوارهم الاجتماعيه الحقيقيه اللي تمكنهم انهم يعيشوا في توازن ناخذوا دكتور اذا سمحتي ناخذوا مشاركه جديده نشوفوا راي السيده باقي الخط اللي كان بيني وبينها تقطع نواصلوا حديثنا ونرجعوا دكتور يعني ان باقي الامل في اي فتره من فترات العمر ديال الانسان كاين امل اننا بشرط ان نتخذ القرار ونقول لابد نخرج من حياه ولدي ولا حياه بنتي بشكل متدرج بطبيعة الحال يعني تفطم هذاك الفطام اللي كنديرو راه شتي الا ملي كتفطمي الدري ولا البنيه راه صعب عليه راه هو فطام ولكن كما قال الامام البوصيري وان تفطم هو ينفطمي اذا تاخذي القرار نتا سينفطم اكيد اما الا تبعتي الهوى ديالك وتبعتي الكبده ديالك وتبعتي كذا وعندك وكنتبطو عليه في الاخر كيبقى متكي عليك يعني الاطفال يعني واخا صغار السن اذكياء كيعرفوا يلعبوا على هذا الوتر هذا يعني ديال الحنان ملي كيشوفوا الام ولا الاب يعني حنين بزاف كيلعبوا على هذا الوتر صحيح صحيح يعني كيستغلوا الفرصه وكيحققوا كاع المآرب ديالهم لكن هما ما عندهمش يعني المسؤوليه تنتحملوا احنا ما عليهمش هما شوف لا كاين الوليد اليوم اللي ما تيقدرش انه يصنع لعبه ديالو يصنعها كي كان كيدفع ديك الدور وكيديروا ديك لاستيك وداك الشيء اليوم مع الاسف حتى التكنولوجيا خلقت جيل مشوه جيل اللي كي يستعمل غير التليكوموند جيل اللي كيجي كيتكا وكيبدا يدوز الافلام عن طريق ريموت كنترول جيل اللي اللعبه ديالو مصنوعه مصايبه يعني ولات خسرت شويه كيرميها جيل اللي حتى الغيس ما كنسمحوش له انه يتوسخ ولا يتغيس ولا يتقطع له السروال ديالو ولا تقطع له السبرديله ديالو خصنا وليد بحال ذاك الروبو نديرو في الثلاجه وهو تيكبر نعم ما قابلينش انه يعيش حياته نعم نشوفوا المشاركة ديال نعيمة من فرنسا نعيمة صباح الخير ألو نعيمة صباح الخير السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي نعيمة أختي أنا واحد أم من فرنسا نعم عندي 4 وليدات عندي بنتي عندها 16 عام وكما قال الدكتور كنت ما كنرفض ليها والو ملي كانت صغيرة حنايا كما قال عشنا الحرمان ملي جات لفرنسا انايا خدمت مع الدولة وداك الشيء وكنخلص ليها اللي بغات في الصغار دابا عندها 15 عام دمي دابا عندها واحد الصدام كنقول لها لا وليت انا وياها الصدام نعم يعني ما كتقبلش لا خصك اللي بغاته كتحس لا وخاصها تاخذ المشكل هما خوتها الدراري الصغار كنقول لهم لا دابا راجلي كيقول لي علاش هي كتقولي ليها هي وخوتها الصغار كتقولي لهم لا حيت زعما حدات واحد لاج يعني دابا انت بحال تغلبتي ما بقيتيش تقدي عليها ماشي تغلبت ملي كنقول لها لا كتنوض الصداع كتقول لك لا انا كنت كدي وتالا تقدر نشري لها داكشي اللي بغات يعني واخا ما تكونيش راضيه عليه كديري داكشي اللي بغات عندها البورتاب الانترنيت تقول لها ماما بغيت نخرج هنا تقري لي الفلوس ما عرفتش واش
بحال اختي بحال بغيت نعاود لها التربيه، ولكن دابا كان زايد مي كي غادير فتعاودي لها التربيه. نعم كيف ما قالنا الدكتور ابراهيم تريوا، يعني كل سنوات العمر ديال وليداتنا نقدروا نتركوا فيها الموقف، احنا نشوفوا رايه. شكرا على الله. ولكن حيي الاخت نعيمه من فرنسا ومن خلالها كافه المغاربه في بلاد المهجر، وقول لهم الله يعاونكم الله يوفقكم والله يكون في عونكم. فعلا التربيه خارج البلد الام عندها واحد مجموعة ديال التحديات اللي كتروحوا الاخت نعيمه والام كيز كما قلنا البنية اليوم عندها 16 سنه، وطبيعه الحال هذا هو اللي ذكرنا عليه، اصطدام هو نوع من العنف اليوم. لانه واحد الانسان هو اللي فيقول اراهك بطبيعه الحال غادي هنا كندخلوا فيما يسمى بالابتزاز. وليداتنا يحسنون الابتزاز بواحد الشكل خطير جدا، الا ما عطيتيش غادي يمثل عليك، غيغوت غيضرب غادي سميتو. ولكن الام انا كنقول لها تعلمي شي شويش، تقصحي شويه الكبده ديالك، يعني هي الاصطدام مابقاتش. لا لا شوف لا لا بدنا نصطدمو، لان حنا كنأديو واحد النتيجه ديال واحد النوع من التربيه. انا اذا ما كانش من امكانياتي ولا انا قررت كأم، نعم، فما تنساش يا بنتي انني امك. نعم، وان هذا الامر هذا ماشي في استطاعتي وما نخضعش، يعني واخا بدون مبرر. لا 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 هكذا اليوم اليوم غتغوت غادي دير غادي دير، غنصبر انا ياك غنصبر، غدا غادي تكرر نفس الوقت، ولكن مع المده ستتعلم انني حينما اتخذ قرارا كأم لا اتنازل. لا أتنزل. لانه اللي كي شتي وليداتنا بحال كنلعبوا معهم واحد كره القدم مباراه، هي ما التيران ديالهم التيران ديالنا، ما حدنا كنقول واخا دابا ندير لك وما درتيش، ها هو كيتقدم. واحد شويه كيلعب في التيران ديالك، علاش؟ لانك دائما متردد غير كتغوت، راه واخا غتقول ما غنشريش في الاخر غادي يتكلموا وغادي يشري. فاللي كنطلب من الاباء انه يقصح في هذه المساله هذه، يعني يكون حاسس نقول لا هي لا. نعم، مثلا الفلوس، الفلوس كاين واحد المقدار حنا متفقين عليه، لا جندقوش ماشي مشكل، ولكن حنا متفقين، ولكن الا زدتي يا بنتي على هذا الشكل هذا انا ما نعطيكش، غوتي ضربي ديري اللي بغيتي انا ما غنعطيكش. ونهار غادي تحس البنيه ان امها ولات وحده اخرى اللي كتقول انا كنحن فيك يا بنتي، انت بنتي وعزيزه عليا وكنحبك حتى الموت، ولكن حبي لك لن يدمرك. لن يدمرك. انا لانه اليوم غنوجدك المجتمع، خاصه دابا انت في مجتمع فرنسي. نعم، مثل المجتمع الفرنسي الا ما كانش هذه البنت قادت وجه المجتمع راه ما يمكنش تعيش. ما غتعيش. نعم، في اي مجتمع من المجتمعات خاص الحضور. نعم، ديال الشخص يكون حاضر، الشخص كامل حاضر. نعم، ما يكونش جزء. صحيح. منه. السي محمد من مدينه اكادير تعذر علينا نربطوا الخط بالسيده ربيعه من الدار البيضاء، لان الخط رقم الهاتف ديالها ما تيجاوبناش. نشوفوا السي محمد. السي محمد صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، جمعه مباركه سيدي. الله يبارك فيك. تفضل استاذ، شنو عندك ما يتقال؟ شوف الله يخليك، بغيت نسول الدكتور. تفضل اسيدي على راس العين. انا عندي سبعه الدراري. ربي يخليهم لك. والاخر ديال ولادي الصغير في الشتو بزاف. نعم. شحال عنده؟ دابا راه عنده 26 عام. نعم. دابا كندافعوا للكليه باش يقرا، وداك الشيء ما خليت ما درت ليه، شريت ليه الطونوبيل، شريت ليه الارض، درت ليه فلوس في الكوت باش يقرا. نعم. ولكن خلى عن الكلام ديالي في الدوب في السنه الثانيه من الجامعه ومشيت خدم. نعم. ما كاين مشكل توظف. دونك دابا بغى يتزوج. هو ملتزم بزاف، انسان دياني، وانا ما غاديش نعترض ليه على الزواج ديالو، ولكن كنفكر دابا غير انا وهو اللي كاينين في الدار، واش يسكن معايا؟ ما غايجيش معايا، لا تكون معايا، ما غاديش نتوافق انا وياه. نعم.